بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض الـ State Space Representation. احنا في الأجزاء اللي فاتت شرحنا مجموعة من المواضيع في الـ Control. شرحنا أول حاجة الـ Block Diagram، وشرحنا إزاي من الـ Block Diagram أجيب الـ Transfer Function، ولما جبنا الـ Transfer Function شرحنا إزاي بنستخدمها في إيه، زي مثلا إن احنا بنستخدمها في معرفة الـ Stability بتاعت السيستم. دلوقتي أنا عندي طريقة تانية أقدر من خلالها أعمل تشيك، على الاستابيليتي، اللي هي طريقة الـ State Space Representation. الـ State Space Representation طبعاً أول حاجة هنتكلم عليها إحنا محتاجينها ليه؟ إحنا هنقول إن إحنا في الأجزاء اللي فاتت شرحنا إننا نعمل موديلينج للسيستم، وبعد ما أعمل موديلينج له أقدر أستنتج البارامترز بتاعته، أو أقدر أستنتج الخصائص بتاعته اللي من ضمنها إيه؟ اللي من ضمنها الـ Stability. طيب الكلام ده كنا بنعمله لما كان يكون عندي سنجل انبوت سنجل اوتبوت، وقلنا لو انا عندي اكتر من انبوت كنا بنعمل حاجه اسمها مبدا السوبر بوزيشن، ان انا بفترض الانبوت الاول بزيرو واجيب الترانسفير فانكشن بتاعت الانبوت الثاني، افترض الانبوت الثاني بزيرو واجيب الترانسفير فانكشن بتاعت الانبوت الاول، اجمع الاثنين مع بعض كده جبت الترانسفير فانكشن بتاع السيستم كله. بس في حته ما خدناهاش، اللي هي حته ايه بقى؟ لما يكون عندي مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت، يعني عندي اكتر من انبوت للسيستم وعندي اكتر من اوتبوت للسيستم. يمكن احنا ما اتكناش عليها شويه في الحل، بس في الحاله دي انا عايز اجيب ترانسفير فانكشن بتمثل لي كل الاوتبوت بدلاله كل الانبوت. احنا في الاجزاء اللي فاتت كان عندي ترانسفير فانكشن عباره عن اوتبوت واحد على انبوت واحد، ما كانش عندي حاجه ثانيه، ما ينفعش اجيب ترانسفير فانكشن كذا اوتبوت على كذا انبوت، كان بنحدد اوتبوت معين ونحدد انبوت معين. هنا في الستيت سبيس ريبريزنتيشن الراجل ده بيقول لك انا اقدر اعمل تمثيل للسيستم بحيث يكون عندي اكتر من انبوت واكتر من اوتبوت عادي، مفيش مشكله. فهو هنا بيديك ايه؟ يعني بيديك فايده جديده، ان انت لما يكون عندك سيستم فيه اكتر من انبوت واكتر من اوتبوت تقدر تمثله بطريقه اسمها ستيت سبيس ريبريزنتيشن، اللي هي بتساوي ان انا اجيب الترانسفير فانكشن في الحالات اللي فاتت. طيب يبقى احنا عرفنا احنا محتاجين ليه الستيت سبيس ريبريزنتيشن، محتاجينه اول حاجه انا هستخدمه زي الاستخدامات اللي فاتت، انا هقدر احسب منه الاستابيليتي مثلا على سبيل المثال. ثاني حاجه ان انا لما يكون عندي مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت اقدر امثل السيستم بتاعي بسهوله. طيب خلينا نشوف بقى الستيبس بتاعته ماشيه ازاي. الناس اللي عملوه قالوا لك ايه الخطوات اللي حضرتك هتمشي عليها علشان تقدر تمثل السيستم بطريقه الستيت سبيس ريبريزنتيشن. الناس قالوا لك ان انت اي سيستم في الدنيا هتمثله بالمعادلتين دول، المعادله الاولانيه اكس دوت بتساوي اي اكس زائد بي يو، المعادله الثانيه واي بتساوي سي اكس زائد دي يو. خد بالك الاكس اسمه ستيت فيكتور، ستيت سبيس فيكتور او فاريبل او ستيت سبيس فاريبل، ده كده اسمه ستيت سبيس فاريبل. وده يا جماعه احنا بنبقى فاضيينه في المساله، بنفرض ازاي؟ هنشوف دلوقتي خطوات الحل على مثال زي ما احنا شايفين كده على السبوره. طيب يبقى الاكس دوت والاكس والاكس دي هم عباره عن اسمهم الستيت فاريبل او المتغيرات بتاعت الستيت سبيس ريبريزنتيشن اللي انا بفرضها من عندي. الواي ده الاوتبوت اللي انا بدرسه. اليو هو الانبوت اللي انا بدرسه على السيستم. هيجي واحد يقول لي طب ما هي المعادلات دي عباره عن انبوت واحد اهو واوتبوت واحد. هقول لك خد بالك بقى، انا هعملها لك كمعادلات، لكن دي مش معادلات بس، ده هي معادله وكل عنصر فيها عباره عن مصفوفه. يعني الواي ده ممكن نلاقيه كمان شويه عامل كده مصفوفه، فيها اوتبوت اسمه واي واحد وفيها اوتبوت اسمه واي اتنين. اليو ده ممكن كمان شويه نلاقيه مصفوفه فيها انبوت اسمه يو واحد وانبوت كمان اسمه يو اتنين. فاذا المعادلات اللي قدامي ديت مش معادله من الدرجه الاولى ولا الثانيه، لا ده هي معادله متمثله بماتريسيز، يعني متمثله بمصفوفات، لان احنا بنقول هي في الغالب بتصنع مع المالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت. ولعلمكم احنا هنا طبعا في الجزء اللي اتشرح لكم هو هنستخدمه مع سنجل انبوت سنجل اوت، يعني احنا هنستخدمه اوريدي مع سنجل انبوت سنجل اوتبوت. يعني السنجل انبوت سنجل اوتبوت ده انا ممكن ما استخدمش الستيت سبيس واستخدم الطرق العاديه اللي احنا خدناها في الاجزاء اللي فاتت، صح؟ وده صح برضه، بس انا بعرفك فايده ده في الاساس موجود ليه، بس المقرر عليك في الدراسه على حسب ما اتشرح في المحاضره سنجل انبوت سنجل اوت. طيب يبقى احنا عرفنا التمثيل ده، بس طبعا احنا لسه ما عرفناش ازاي. انا عارف ان انتوا لسه ما استوعبتوش ازاي هجيب الاكس دي او هفرضها بناء على ايه، هنشوف بالمثال هيوضح لنا اكتر. بس ناخد بالنا ان الاكس ده عباره عن الستيت فيكتور ماتريكس او الستيت فاريبل، الواي ده عباره عن الاوتبوت، اليو هو عباره عن الانبوت، والاي والبي والسي والدي، الاي والبي والسي والدي هم عباره عن كونستانت موجودين في المعادلات، كونستانت وكل واحد فيهم هيبقى عباره عن مصفوفه، ممكن تبقى مصفوفه 1 في 1 يعني عباره عن رقم، او ممكن تبقى مصفوفه 2 في 1، 4 في 4، 2 في 2، 3 في 2، المهم على حسب المساله بتاعتك.
وخد بالك يا باشمهندس ان الاربعه دولت بيمثلوا البارامترز اللي بتاثر لك او اللي بتربط ما بين الانبوت والاوتبوت. يعني ايه مثلا؟ يعني انا لو عندي كده مقاومه وملف ومعاها مكثف وعندي هنا اوتبوت وعندي هنا انبوت، فهتلاقي ان البارامتر دي متمثله بدلاله الالهات والسيهات والار والال والسي. فالبارامترز ديت جايه منين؟ جايه من السيستم نفسه. يعني البارامترز اللي هي الاي والبي والسي والدي جايه منين؟ جايه من السيستم. طيب تعالوا نشوف كده مثال. عندي مثال زي المثال اللي قدامي ده. عندك سيستم ميكانيكال موجود فيه الثلاث حاجات السبرينج والماس والدمبر، وعايز بيقول لك هات لي الستيت سبيس ريبريزنتيشن. خد بالك احنا كنا بنجيب لك نفس السيستم ونطلب منك الترانسفير فانكشن، فهو ممكن في المساله يطلب منك الاثنين، يطلب منك الترانسفير فانكشن ويطلب منك الستيت سبيس ريبريزنتيشن. مش بس كده، ممكن يقول لك اعمل تشيك على الاستابيليتي بالترانسفير فانكشن، ان انت تساوي الكاركترستيك ايكويشن بزيرو، ويقول لك اعمل تشيك على الاستابيليتي بالستيت سبيس ريبريزنتيشن. ده له طريقه وده له طريقه، طبعا المفروض الاثنين يدوك نفس الايه؟ يدوك نفس الحد. طيب احنا طبعا هنفترض اي سيستم بالوضع ده مفيش قوه مؤثره عليه، معنى ذلك ان محصله القوه بتساوي صفر. انا هفترض ان انا جيت على السيستم ده واثرت عليه قوه اسمها يو اوف تي. عندك قوة بتأثر على السيستم ده اسمها يو اف تي، وطبعا المفروض يعني بديهيا ان القوة دي بالنسبة لي هي الانبوت بتاع السيستم اللي انا هتحكم بيها في حركة السيستم بتاعي، وانا في الحالة دي هدرس يا اما ازاحة يا اما سرعة يا اما عجلة. فخلينا نمثل مثلا السيستم بتاعي ده بالطريقة دي. احنا قلنا لما جيلي سيستم ميكانيكال شرحناها في السكاشن مع بعض، ان انا بحدد القوة اللي بتؤثر او القوة او رد الفعل بتاع الثلاث حاجات دول. رد الفعل بتاع السبرينج هسميه مثلا اف اس، بيساوي يا جماعة رد الفعل بتاع السبرينج احنا عارفين عبارة عن الثابت اللي هو الكي مضروب في مقدار الإزاحة. طب القوة بتأثر في الاتجاه ده، يبقى هعمل لي حركة في الاتجاه ده وليكن بمقدار ايه؟ بمقدار اكس. يبقى انا هاجي اقول لك ان او بمقدار واي، خليها بمقدار واي، هو اكس طبعا هي هيها واي، بس احنا بنتكلم على حركة رأسية فهنسميها واي، لو كانت حركة أفقية هنسميها اكس، فهيبقى كي في واي. طب لما نيجي نتكلم على الاف دمبر، اللي في نمبر اللي هو ده يا جماعه كان بيبقى عباره عن ثابت اسمه بي مضروب في الواي، مين مضروب في الواي دوت. طبعا دي كده هتتحرك بمقدار ايه؟ بمقدار واي. الاثنين الحركه هنا هي نفسها الحركه هنا، وفوق مفيش حركه وتحت ده مفيش حركه، الاثنين ثابتين. علشان كده لما اجي اجيب الاف دمبر مش هقول له هي عباره عن ثابت مضروب في حاجه ناقص حاجه. الكلام ده كنا بنعمله لما يكون الاثنين دولت حرين الحركه، الجزء ده والجزء ده الاثنين يكونوا بيتحركوا. لكن هنا ده ثابت. نفس الكلام بالنسبه لفوق، كنا بنقول ان الاف سبرينج بتساوي كي مضروبه في حاجه ناقص حاجه، بس الكلام ده لما يكون الجزء اللي فوق حر الحركه. خلاص. طب تعالوا بقى، جبنا الاف دمبر وجبنا الاف سبرينج، عايزين نقول له قانون نيوتن الثاني كان بيقول لك ان سميشن الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. مين الفورس اللي بتاثر عندي؟ عندي ثلاثه فورس، واحد اثنين ثلاثه. بس خدوا بالكم الراجل ده اتجاهه فين؟ اتجاهه الاعلى، لان انا بشد كده يبقى رد الفعل الاعلى. طيب اتجاه الاف دمبر نفس الكلام، انا بنزل كده على السائل اللي موجود هنا ده، لما بنزل كده السائل بيديني رد فعل الاعلى، يبقى ده اتجاه القوه. فاذا اليو اف تي رقم واحد في الاتجاه الموجب، هطرح منها الاف سبرينج اللي هي كي في واي، هطرح منها الاف دمبر اللي هي بي في واي دوت، الكلام ده بيساوي الماس في الاكسلريشن. طب الاكسلريشن هتبقى ايه؟ هتبقى واي الدبل دوت، خلاص اللي هي التفاضل الثاني للواي. تعالوا ناخد المعادله دي ونعدلها بس شويه، نخلي الاوتبوت كله في ناحيه والانبوت في ناحيه لوحده. فانا هاخد الاثنين دول اوديهم مع الواي في الايه؟ في الناحيه دي، هيبقى ام واي دبل دوت مجموع عليها بي واي دوت مجموع عليها الكي واي، الكلام ده بيساوي يو اوف تي. ده كده الانبوت وده كده الاوتبوت. وبكده احنا جبنا اول حاجتين موجودين عندنا في الستيت سبيس ريبريزنتيشن اللي هو الانبوت ومين؟ والاوتبوت. فضل عندي حاجتين، البارامترز، وفضل عندي كمان الاكسيت فيكتور او الستيت فاريبل. اجيبه ازاي؟ قال لك خلي المعادله دي بالشكل بتاعها بتاع التايم دومين العادي، اللي هو ايه؟ ان انا هشيل دبل دوت دي، حاجه اقول لك هي عباره عن دي تربيع واي باي دي تي تربيع مجموع عليها، ديت هتبقى دي واي باي دي تي، طبعا مضروبه في مين؟ مضروبه في V. الام دي هسيبها دلوقتي، زائد الكي مضروبه في واي، الكلام ده بيساوي اليو اف تي.
خد بالك الام دي انا عايزها تطير، يعني عايز اشيلها من المعادله. فهنعمل ايه؟ قال لك اقسم كل الطرف ده على ام، فلو قسمت على ام هنا هتطير، هنا هيبقى بي على ام، وهنا كي على ام، وهنا واحد على ايه؟ واحد على ام. ده كده اول حاجه حضرتك لازم تعملها علشان تقدر تحسب الستيت سبيس ريبريزنتيشن، اللي هي رقم واحد اهو، ان انت تخلي المعادله بالشكل اللي قدامك ده، بالشكل اللي انت شايفه ده كده. هيكون الانبوت في ناحيه ويكون الاوتبوت في ناحيه، ويكون ان الاول علاقه اللي هي اعلى درجه يعني ما يكونش معاها اي معاملات. طيب تعال نشوف بقى كده هنعمل ايه. قال لك انا عايز اجيب الاكس. الاكس ده انا ما اعرفوش. قال لك افرضه ازاي؟ قال لك هتيجي تقول لي في المساله اكس واحد هتساوي، خد بالك هتساوي مين؟ هتساوي المتغير او اللي هو الاوتبوت بتاعك بس من غير اي تفاضلات. يعني الاوتبوت بتاعي اللي هو مين بالنسبه لي؟ اللي هو الواي. ادي الواي. وهاجي اقول لك اكس 2 هتساوي هو نفسه الواي بس تفاضل اول، تفاضل اول مني. خلاص؟ يبقى هي عباره عن الاكس 2 هتساوي واي بس واي دوت. طيب ما اقدرش استنتج من كده حاجه؟ يعني انا عايز اربط بقى الاكس 1 بالاكس 2، انا قلت اكس 1 بتساوي واي واكس 2 بتساوي واي دوت. فانا عايز اجيب علاقه ما بين الاكس 1 والاكس 2، يعني اكتب اكس 2 بتساوي ايه من اكس 1؟ الاكس 2 هتساوي اكس 1 دوت. جبتها ازاي؟ قال لك ما هو بص كده، مش ده بيساوي واي وده بيساوي تفاضل الواي، يبقى ده بيساوي تفاضل الاكس. يعني انا لو اخدت ده وقلت لك ان هو بيساوي تفاضل دي، يبقى هو نفسه بيساوي تفاضل مين؟ تفاضل الاكس. الثلاث معادلات دول ثاني خطوه هتعملها. ثابته في كل المسائل؟ ثابته في كل المسائل. واحد يقول انا عملت كده ليه؟ اقول لك الناس اللي عملوا الستيت سبيس ريبريزنتيشن اقول لك دي طريقه الحصول عليه. اول حاجه هتمثل المعادله بالشكل اللي قدامك ده، ثاني حاجه هتبتدي تقول لي الاكس بتساوي الاوت بتاعي، الاكس 2 هتساوي تفاضله، يبقى الاكس 2 بتساوي تفاضل الاكس 1. وبعد كده شوف بقى الخطوه اللي جايه. هنبتدي نمثل المعادله رقم 1، المعادله دي هنبتدي نمثلها هنا. المعادله دي قال لك اكس مين؟ اكس دوت. طب هنا اكس دوت وانا عندي هنا اكس 1 واكس 2، اخد مين فيهم؟ هنيجي نقول لك عادي، ما احنا قلنا هنمثلها بمصفوفات، يعني هاجي اقول لك كده، هاجي اقول لك هنا كده اكس 1 ضد اكس 2 ضد. الكلام ده بيساوي مين؟ ايه مضروبه في اكس. طب مثل لي مصفوفه الاكس. يبقى انا عندي هنا ايه هتنضرب في اكس. اكس دي مش حاجه واحده، اكس دي حاجتين، فهعمل لها مصفوفه. مصفوفه عباره عن عمود، العمود الحاجه الاولانيه اسمها اكس 1 والحاجه الثانيه اسمها اكس 2. مجموع عليها مين؟ البي مضروبه في مين؟ في يو. البي لسه ما اعرفهاش بس انا اعرف اليو، وانا عندي اوتبوت واحد، فعشان كده عملت يو اف تي واحده، ما عملتش مصفوفه. اسف مش اوتبوت واحد، انبوت واحد يعني. خلاص فما عملتلوش مصفوفه. طب انا عايز اخد مثال يكون فيه اثنين انبوت، او مش اثنين انبوت، يكون الانبوت ده يتمثل بمصفوفه، هوريها لك في المثال رقم 3 ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف الايه بقى اجيبها ازاي؟ قال لك الايه علشان تعرف تجيبها لازم تاخد الاكسهات وتحطها لي في المعادله دي. يعني شيل لي الواي وعوضني عنها باكس 1. فهاجي هعمل ايه يا جماعه؟ تعالوا نبص كده. الواي دبل دوت، الواي دبل دوت دي اشيلها واكتب مكانها ايه؟ قال لك بص على المعادله دي وشيل لي، ولو انت خدت تفاضل ثاني هنا هيبقى واي دبل دوت بتساوي اكس 2 دوت. يبقى هكتب اكس 2 دوت. يبقى انا شلت دي وعوضت عنها بدلت الاكسات. هجمع عليها بي على ام. ديت عباره عن مين يا جماعه؟ الواي دوت دي عباره عن مين؟ عباره عن اكس 2. اكس 2 اهي اللي هي واي دوت، خلاص دي كده واي دوت شلتها وحطيت مكانها اكس 2، زائد كي على ام مضروبه فين يا جماعه؟ مضروبه في واي. الواي ديت بتمثل مين؟ بتمثل اكس 1. خلاص الكلام ده بيساوي 1 على ام في يو اوف تي. يبقى انت الواي دي الوحيده اللي انت عوضت عنها باكس، ما تشيلش دي وتكتب اكس 1 دوت. دلوقتي احنا هنكتبه ايه يا جماعه؟ هنعوض عن ديت بدلاله اكس 2 زي ما احنا شايفين كده، اكس 2 دوت، هنعوض عن ديت بدلاله اكس 2، وهنعوض عن ديت بدلاله اكس 1، هيديني المعادله بالشكل ده. خلي لي الاكس 2 لوحدها في طرف، اكس 2 دوت هتساوي ودي دول كلهم الناحيه الثانيه، هيساوي ناقص بي على ام في اكس 2 ناقص كي على ام في اكس 1 زائد 1 على ام في يو اف تي. تمام؟ طيب خد بالك انت بقى عندك معادله بتمثلك اكس 2 دوت. طب
طيب خد بالك الرسمه دي او الستيت سبيس فيكتور ده، انا عايز حاجه تمثل لي اكس 2 دوت وجبتها اهي، عايز حاجه تمثل لي اكس 1 دوت اجيبها منين؟ اجي اقول لك ما اكس 1 دوت اهي متمثله عندك، يبقى دي العلاقه الثانيه اكس 1 دوت بتساوي اكس 2 اهو. دول المعادلتين اللي هتقدر تستخدمهم علشان تكمل البيانات بتاعت المعادله دي اللي احنا جايبينها من هنا من اول معادله. طبعا الموضوع بالنسبه لك في البدايه هيبقى صعب شويه، لكن ما كده هيبقى سهل ان شاء الله. قال لك تعالى نشوف بقى، انا عايز اقول له اكس 1 اكس 1 دوت بتساوي اكس 2، عايز اقول له اكس 1 دوت بتساوي اكس 2. يبقى خدوا بالكم يا جماعه، انا هاجي هنا انا عايز اكس 2 منها بس، فهحط هنا 1 واحط هنا 0، بحيث ان انا لما اجي احسب اكس 1 دوت، طبعا ده شغل مواصفات بقى، لما اجي احسب اكس 1 دوت هاجي اقول له اكس 1 دوت بتساوي 0 في اكس 1 يبقى دي بصفر، زائد 1 في اكس 2 يبقى 1 في اكس 2، وهي دي مثل لك المعادله هنا. طب خد بالك بقى لما اجي اقسم هنا هقول له هنا صفر برضه، ليه؟ هقول له عشان بص انا لما اجي احسب اكس 1 دوت من الجزء ده هقول له صفر في اكس 1 زائد 1 في اكس 2 اهي، مجموع عليها صفر في يو برضه بصفر، يبقى الكلام ده في النهايه هيديني ان اكس 1 دوت بيساوي اكس 2 اللي هي المعادله اللي انا عايز امثلها اصلا، خلاص؟ اللي هي المعادله اللي انا عايز امثلها. طيب كده انا مثلت المعادله دي، تعالوا نمثل المعادله اللي اسمها اكس 2. الاكس 2 دوت علشان امثلها انا عايز اضرب حاجه في اكس 2، ادي الاكس 2 اهو عايز اضرب حاجه فيها، خدوا بالكم دي بتنضرب في اكس 1 ودي بتنضرب في اكس 2، يبقى اقول له انا سالب بي على ام. طب الجزء الثاني ده مضروب في مين؟ في اكس 1، يبقى سالب كي على ام، يبقى سالب كي على ام. طب اليو اف تي معاها قد ايه؟ معاها 1 على ام، يبقى هنا 1 على ام. وبكده انا مثلت اول جزء من الستيت سبيس ريبريزنتيشن. عايز اتاكد من كلامي، قال لك اعتبر ان المصفوفات دي معطاه قدامك وانت عايز تحسب اكس 2 دوت، هذا اقول له اكس 2 دوت بتساوي، خد بالك دي في الصف الثاني، يبقى هتاخد الصف الثاني تضربه في العمود ده، سالب كي على ام في اكس 1 سالب كي على ام في اكس 1، هجمع عليها مين؟ سالب بي على ام في اكس 2 سالب بي على ام في اكس 2، هجمع عليها 1 على ام في يو اف تي، 1 على ام في يو اف تي. لما هتبص على المعادله دي هتلاقي هي نفسها المعادله اللي فوق. فانت كده جبت الجزء ده كده خلصناه، الجزء ده كده خلصناه. فاضل لي بقى معادله مين؟ معادله الواي. اعملها ازاي؟ قال لك بنفس الطريقه. هتيجي تقول لي الواي اوف تي بتساوي، هنا طبعا عندي اكس، واحنا قلنا ان الاكس دي حاجتين، فهنعملها في ايه؟ هعملها في صفين كده، اكس 1 واكس 2 زي ما معموله في المعادله، زائد اليو زائد حاجه مضروبه في اليو، اليو عندي يو واحده بس فقلت يو اوف تي. فاضل لي مين؟ فاضل لي السي وفاضل لي الدي. هجيبهم منين؟ هجيبهم من المعادلات اللي انا فرضتها، من المعادلات اللي موجوده قدامي. اجيب قيمهم ازاي؟ قال لك بص كده معايا، احنا عايزين نجيب يا جماعه، عايزين نجيب الواي بتساوي كام بدلاله اكس 1 وبتساوي كام بدلاله اكس 2. لما نيجي نبص على الواي، فين الواي؟ ادي الواي اهي، بتساوي كام بدلاله اكس 1؟ بتساوي 1 بدلاله اكس 1، 1 بدلاله اكس 1 من المعادله دي، وبتساوي 0 بدلاله اكس 2. ليه؟ قال لك انا عايز افك المعادله دي، هقول له واي اوف تي بتساوي الصف الاول مضروب في العمود، لان دي صف اول اهي، يبقى 1 في اكس 1 زائد 0 في اكس 2 بصفر، يديني المعادله دي حقها لي. وده بيقابله ان لازم يكون عندي هنا يا جماعه، لازم يكون عندي هنا صفر. ليه؟ عشان الصفر تنضرب في مين؟ هتنضرب في اليو اوف تي. لازم يكون عندي هنا صفر عشان الصفر دي تنضرب في مين؟ في اليو اوف تي. طيب كده احنا مثلنا معادله مين؟ طبعا دي هيبقى عنصر واحد اهو، هيبقى عنصر واحد. ليه؟ لان انا ما عنديش واي واحد وعندي واي اثنين، انا عندي واي واحده بس، فلازم ده يبقى صف واحد وده يبقى صف واحد. الصف ده هينضرب في العمود وده هينضرب في ده، فهيبقى 1 في اكس 1 هيديني واي بتساوي اكس 1 زائد 0 زائد 0. خلاص يبقى الكلام ده واي هيساوي اكس 1 اللي هي المعادله دي، يبقى انا مثلتها بدلاله المعادله اللي انا فرضتها. طيب دول كده الستيت سبيس ريبريزنتيشن بتوع السيستم اللي معطى قدامك في الرسمه. فلما يجيب لك رسمه زي دي او رسمه الكتريكال او رسمه هيدروليك او اي رسمه في الدنيا، اول حاجه هات الموديلنج بتاعها، هات لي المعادله بتاعتها. بعد ما تجيب المعادله عندك طريقين تمشي فيهم، ممكن يطلب منك الترانسفير فانكشن فتمشي بالطريقه بتاعت اللابلاس، ممكن يطلب منك الستيت سبيس ريبريزنتيشن فتمشي بالطريقه اللي احنا شرحناها دي. طبعا احنا لحد دلوقتي بس عملنا
وضعنا الستيت سبيس ريبريزنتيشن، احنا لسه ما عملناش او ما قلناش الفوائد بتاعته، لسه ما طبقناش الفوائد بتاعته، لسه عايزين نعرف ازاي نحسب الاستابيليتي، لسه عايزين نعرف نتعامل مع مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت. بس للاسف الجزء الثاني ده مش مشروح عليكم، فاحنا هناخد بس الجزء الاول اللي هو ازاي نعمل تشيك على الاستابيليتي. وقبل ما نوصل له هناخد كمان مثالين على تمثيل السبيس ريبريزنتيشن بحيث يبقى الجزء ده اتقفل معاكم ومفيش حاجه فيه صعبه، تقدر تعمل التمثيل ده، لانك انت مجرد ما عملت التمثيل تقدر تكمل باقي الاجزاء بسهوله. اتمنى يكون الفيديو وضح لكم يعني ستيت سبيس ريبريزنتيشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.